حسن حدادي حاجه مزيانه بحال البديره زرده ديال الرمى حسن ديال عبيدات الرمى وبابس نجاة الملك الله ينصر سيدنا. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم والصفة؟ المسكي عبد الرحيم فيتا فيرامينتي يونا دونا كي يونا فيري دي لي بركي لي ملي باطي تنتي قناصة كومي دي كونا بغي يقول باللي هو كيفتخر بهذه القناصة هذه الواحدة وكيتمنى انهم يكونوا قناصات اخرين في المغرب بأكمله. غنعرفوا الشعور ديالك ملي كتفوز عليك باش كتحس؟ اون ادونا كومون وومو كومون وومو غوالي نون تشاونا ديفيرينس كومون ادونا اون وومو. قال كيتقبل الامر عادي لان هذه مباراه كي ملي كتفوز عليه امراه او رجل عادي لان ملي كيكونوا هنايا في هذه المنصه هذه كينساو خوت كيف ما قال كينساو بلي راه امراه او رجل غادي تضيف شي كلمه هي في هذا الشيء. حنا بالنسبه لي هذا راه اخ وحنا كنا خوت في هذه الهوايه. هذه الهوايه كتجمعنا الهوايه هنا ابا عن جد. وهذه الهوايه كيف كيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم علموا ابنائكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. ما قالش بناء وما حيتش بناتكم ابنائكم داخل فيها العنصر النسوي وداخل فيها الذكور. شكرا على الكلمه ديالك. ما هذا المنبر كان بغي نشكر خويا عمر ولد عمر كيقولوا لي ولد عمر وانه هو من مدينه برشيد وكنحيي من هنا هذا المنبر مدينه برشيد. شكرا على الكلمه ديالك. اليوم انت كتأدي واحد الواجب الوطني وهو منح الدم لمن يستحق. بادئا ببدء احييكم من هذا المنبر واهنئ الجمعيه الصديقه النادي البلدي فرع القنص والرمايه بمدينه المحمديه على مجهوداته الجباره وفي اطار الاحتفالات بالذكرى العاشره لميلاد صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن نشاطر راي الجمعيه الصديقه النادي البلدي بمحمديه فرع القنص والرمايه في عرسه المتنوع والمختلف. كما تتبعنا بالامس كانت استفادت ساكنه مدينه المحمديه من عملية الإعذار وخصصا الأسر المعوزة التي بلغ عددها إلى 174. أهنئ صديقتي الجمعية الصديقة أو النادي البلدي الصديق الذي أنجح هذا العمل التكافلي والتضامني ونحن لازلنا نواكب ونتبع الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أعطى انطلاقتها السدة العالية بالله بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أي 8 ماي. لازلنا نواكب ونتبرع بسلوك وطنية وسلوك إنسانية محضة ونحن دوما وراء العمل الإنساني والخيري والتضامني. إذن المزيد من التألق للنادي البلدي على المجهود الجبارة التي يقوم بها. شكرا لكم وتحية خاصة وأهنئ من هذا المنبر أهنئ النادي البلدي فرع القنص والرماية على الأعمال الجليلة والمختلفة التي قام بها هذه السنة. خرج من عمله التقليدي إلى عمل إنساني تضامني تكافلي من القافلة الطبية التي التبرع بالدم التي نتواجد بها حاليا وكذا العمل الذي قام به بالأمس بمستوصف الحسنية ولكم جزيل الشكر. حسن حدادي حاجة مزيانة بحالة البديرة زردة ديال الرمى حسن ديال عبيدات الرمى وبابس نجاة الملك الله ينصر سيدنا.